استيقظت العصافير والحمام على يوم جميل كسائر الأيام. فالطبيعة تسحر الأنظار كأنها الأحلام، والفراشات الملونة ترفرف بانتظام. والمياه في النهر تجري تروي عطش الأنام. أشرقت الشمس زاهية تنشر الدفء والنور والسلام. صباح الملك لله. صباح الخير أيتها الطبيعة. السلام عليكم أيها القمر، كيف حالك؟ صباح الخير يا شمس، أنا بخير والحمد لله، وأنت ما أخبارك؟ بخير أيضا والحمد لله، ومتشوقة لأعرف المزيد من المعلومات والعلوم القيمة. على الرحب والسعة يا شمس، سنبدأ اليوم بالتحدث عن الكسوف والخسوف، معناهما وكيف يحدثان. بسم الله، توكلنا على الله. فالكسوف يحدث لك يا أيتها الشمس، حيث يحجب القمر نورك عن الأرض بشكل جزئي في مناطق وكلي في مناطق أخرى، ويحدث ذلك نتيجة التقاء الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، حيث يتموقع القمر بين الأرض والشمس. انتظر لو سمحت، كيف يمكن لك يا قمر أن تحجب نوري عن الأرض وأنا أكبر منك بكثير جدا؟ أحسنت أيتها الشمس، فهذه الملاحظة جيدة، لكن يجب أن تعرفي أنه كلما بعد الشيء عنا نراه صغيرا حتى لو كان كبيرا جدا. فلأنني أقرب منك للأرض بكثير، أبدو أكبر حجما منك بالنسبة للأرض، ولهذا أستطيع حجب نورك عن الأرض حين نلتقي في استقامة واحدة. ففي حالة الكسوف الكلي يحجب القمر نور الشمس عن الأرض تماما، أما في حالة الكسوف الجزئي فيحجب جزءا فقط من سطح الأرض. هكذا إذن، أنا بعيدة جدا عن الأرض، لهذا حرارتي المرتفعة جدا لا تصل إلى الأرض كما هي، وإلا كانت كل الكائنات قد احترقت بفعل حرارة المرتفعة. أه
أجل يا شمس، فسبحان الله الذي جعل المسافة بينك وبين الأرض تسمح بوصول دفئك ونورك فقط، ولا تسمح بوصول الحرارة الحارقة. أجل صحيح، سبحان بديع السماوات والأرض. تحدثنا عن الكسوف يا شمس، أرجو أن تكوني قد فهمتيه، والآن سنتحدث عن الخسوف الذي يحدث للقمر ويسمى خسوف القمر، وهو يحدث نتيجة تموقع الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة أيضا، لكن هذه المرة الأرض هي التي تكون بين الشمس والقمر فتحجب نور الشمس عن القمر فيبدو مظلما لبضع دقائق حتى وإن كان بدرا. لكن الكل يظن أن القمر مضيء بطبعه ولا يحتاج للشمس لتنيره. أبدا، أنا القمر، كوكب مظلم، ولست نجما مضيئا مثلك يا شمس، وقد سبق وذكرت ذلك في حلقة سابقة. حالة الخسوف تؤكد ذلك، فحين تتموقع الأرض بين الشمس والقمر وتحجب نورها عنه يصبح القمر مظلما تماما. هكذا إذن. حسنا، دعني أكرر المعلومات اليوم وأخبرني إن أخطأت. الكسوف يحدث حين تلتقي الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، ويكون القمر بين الأرض والشمس فيحجب القمر نور الشمس عن الأرض. أما الخسوف فهو أيضا حين تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، ولكن هذه المرة الأرض هي التي تكون في المنتصف وتحجب الشمس عن القمر، وهذا كله يحدث لبضع دقائق. ثم كلما ابتعد الشيء عنا نراه صغيرا حتى لو كان كبيرا جدا. أحسنت يا شمس، أنت ذكية جدا وتتعلمين بسرعة. سأضيف لك يا شمس بعض المعلومات المهمة. إن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، وقد يتسبب في تلف العين، لذا يستحسن وضع نظارات خاصة تقي العين هذه الأشعة الضارة، ووضع نظارات شمسية لا يفي بالغرض، بل يجب وضع نظارات خاصة بكسوف الشمس. ها جيد، شكرا لك يا قمر على توضيحك، لقد أصبحت أعرف عن الكسوف والخسوف الكثير. عفوا يا شمس، وإلى اللقاء في حلقة قادمة لنعرف المزيد والمزيد. إلى اللقاء.